وللحديث أكثر عن الانتهاكات ضد الأطفال في العراق وتجنيدهم ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. حياكم الله أستاذ علي. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله بكم. حياكم الله وأسعد الله مساءكم. أستاذ علي، بحسب مؤسسة سيدا الحقوقية فهناك زيادة في ظاهرة تجنيد الأطفال في العراق واستخدامهم من قبل الميليشيات، هل هناك يعني هل ترصدون الأعداد لهذه الظاهرة تجنيد الأطفال، ويعني ما هي أسبابها وأيضا تداعياتها في السنوات الأخيرة؟ أسبابها عقائدية، وهذا الأمر بدأ منذ الثورة الخمينية، ولاحظنا في وقتها يعني خلال حرب القادسية أن الأسرى الإيرانيين أكثر من 4500 طفل، يعني الأسرى الإيرانيين في العراق كان من ضمنهم أكثر من 4500 طفل تقل أعمارهم عن 15، يعني ليست 18 بل عن 15، ومنهم من تم يعني إعادتهم إلى إيران بدون يعني بدون مقابل من الأسرى. وهذا المنهج اللي تعتمد الميليشيات سواء في العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي سوريا، هذا منهج عقائدي تعتمد الميليشيات أولا لسبب عقائدي، والسبب الآخر أنهم يعتبرونهم يعني عمالة رخيصة وعمالة مجانية. احنا لاحظنا بالموصل وفي الأنبار وفي الفلوجة هذه الميليشيات ليست أولا لا تستطيع يعني فعليا أن تجند عدد كبير من الشباب اليافعين والواعين حقيقة، ولذلك يعني انتفاضة تشرين وثورة تشرين كشفت الحجم الحقيقي لهذه الميليشيات وعلاقتها بالشباب، فاضطرت أن تستخدم الأطفال والقاصرين وتجلبهم إلى هذه المناطق، إلى مناطق بالتحديد إلى مناطق السنة في الموصل والأنبار ومحافظة صلاح الدين ومناطق أخرى، جلبتهم إلى هناك باعتبارهم عمالة رخيصة، وقالت لهم أنهم يعني عملية النهب مباحة لهم. طيب، هذه الاستراتيجية التي تتبعها الميليشيات، ويعني بشكل عام الميليشيات التابعة لإيران، هل كانت في مرحلة ما دون مرحلة أخرى، أم أنها تتفاوت من زمان إلى آخر، أم أنها مستمرة بنفس الوتيرة؟ مستمرة بنفس الوتيرة، يعني يعني نحمد الله نحن في العراق ليست لدينا مناطق صراع بها حقول ألغام، والدليل أنه في اليمن الآن يستخدمون الأطفال لزراعة الألغام ولاقتلاع الألغام من تتقدم الحوثيين في مناطق، وكذلك هذه الأطفال في يعني إذا أخذنا الآن منظومة التربية والتعليم في كل الدول التي تسيطر عليها الميليشيات منهارة تماما، يعني ألاحظ التسمية التربية والتعليم، هذه المنظومة من تنهار الآن هذه كارثة. أولا هذه المدارس طينية لا يوجد بها اهتمام، ثانيا تستخدم هذه المدارس لتلقين هؤلاء الأطفال ويعني تسميم أفكارهم عقائديا، يعني هؤلاء الأطفال جيء بهم مجاميع، جيء بهم إلى الفلوجة بعد أثناء عملية الحرب على داعش، قيل لهم أن هؤلاء قتل الحسين، والآن الحوثي حاصر 4 ملايين إنسان في تعز ولا يسمح لهم، يعني طفلة في تعز أرادت أن تجلب ماء من مستنقع ماء الأمطار أطلق النار عليها القناص الحوثي، لأنه هذا يعني من فهمينهم بأنه خلف هذا يعني خلف هنا تعز. هنا السؤال أستاذ علي، لربما تغذية أو تربية الأطفال على حب الأوطان حتى ولو تطلب الأمر حملا للسلاح للدفاع عن الوطن شيء لربما محمود برأي الجميع، ولكن ما خطورة يعني حشد وتجييش فكر الأطفال لمثل هذه لربما الأفكار التي تؤدي إلى غسل عقولها؟ الآن ما يجري على يد الميليشيات
سواء في العراق وسوريا ولبنان واليمن، لا يوجد أي ذكر للوطن والوطنية، بل حتى التشيع. التشيع الآن الموالاة، يعني التشيع الكلاسيكي القديم اللي هو الموالاة لآل البيت وشيعة علي، هذا مرفوض الآن. التشيع الآن الذي يطرح بالنسخة الممسوخة الجديدة هو الولاء لولاية الفقيه ولخامنئي. ولذلك هؤلاء يعني تم، هذا ليست صدفة وليست عمل، يعني القصد منه مثل ما قلت أول مرة من السبب الثاني أنهم عمالة رخيصة يمكن التخلص منهم بدون رواتب بعدين، الاستعراض بهم فقط. هذا العمل ممنهج يبدأ من المدارس ويبدأ من، يعني خذوهم صغارا، هذا منهج نازي قديم يعني ليس جديد، وطرحت الثورة الخمينية. هؤلاء يستخدمون الآن يعني أسوأ استخدام، ولا يوجد أي ولاء. يعني الحقيقة أنه هذه الميليشيات بتوجيه ودعم وتجنيد وترتيب من إيران تريد أن تحول، لنقولها أن الشيعة العرب في دولهم تحولهم إلى طابور خامس وموالين لإيران، وتقطع علاقتهم بالوطن. هذا لا يقتصر على، دعنا نقول، على الميليشيات فقط، وإنما على الجهات المحسوبة على الحكومات. نوري المالكي كما تعلم في تصريح له قال أن لربما على ما أذكر جيش آل البيت يقاتل جيش يزيد، نعم، وغيرها من هذه التحشيدات الطائفية. ما مدى خطورة هذا الموضوع ولصالح من؟ هذه التحشيدات الطائفية المدعومة، وأكرر المدعومة، من الحكومة، لأنه هذه الميليشيات وأحزابها اللي تجند الأطفال وتعبئهم عقائديا وطائفيا، هذه يعني كلها ممثلة بالحكومة، سواء في الحكومة العراقية أو في حكومات الدول التي تحتلها إيران أو تمدت لها إيران من خلال ميليشياتها. هذه كارثة. يعني نحن أمام جيل، هذا الجيل الآن بدأ ينشأ جيل مختلف 100%، ليس له علاقة بالوطن، معبأ بالأفكار الثارية والانتقامية ومعمي فكريا. يجب تدارك هذا الأمر يعني في أعلى مستويات. طيب من يجب هي يعني الجهة المناط بها ضبط إيقاع مثل هذه التصرفات؟ لا توجد غير المنظمات الدولية العليا الممثلة بالأمم المتحدة والمنظمة اللي نشرت هذا التقرير وغيرها. هذا أمر خطير جدا. الأطفال الآن امتدادا من بيروت إلى صنعاء إلى بغداد إلى دمشق، فريسة، يعني فريسة للتنظيمات والميليشيات. وهذا الأمر لا يعني يقتصر على الميليشيات الموالية لإيران فقط، انظر إلى الميليشيات القسد والميليشيات الكردية. تقرير الأمم المتحدة عام 21 وعام 2018 أكد بأن هناك عملية اختطاف لأطفال ويتم دمجهم وتدريبهم في معسكر الشبيبة الثورية. الأمر الآخر والأهم، هذه التجربة بدأت من إيران. أكرر، هل تعلم يا سيدي أن أكثر من 200 إلى 300 ألف طفل تم تجنيدهم من مخيمات النزوح الأفغانية في إيران؟ واللي تولى هذه العملية هي مؤسسة الرضا. مؤسسة الرضا اللي يمتلكها ويترأسها إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي الآن، هذه تولت عملية ومنها تخرجت ميليشيات فاطميون، ميليشيات أفغانية وباكستانية من مخيمات اللجوء. هذا أمر يعني ممنهج ومعلوم لإنشاء جيل جديد منزوع، يعني منزوع الوطنية. نعم أستاذ علي، يعني كما نلاحظ هناك تقارير وتقارير وتقارير تكاد لا تنتهي من الأمم المتحدة عن مثل هذه الانتهاكات ومثل هذه التصرفات، وتم تجنيد وتم قتل وتم يعني انتهاك الحقوق. ولكن ما قيمة هذه الانتهاكات؟ ما قيمة هذه التقارير، خاصة عندما نرى المقررة الأممية جينين بلاسخرت تجتمع مع
قادة هؤلاء الميليشيات، المجتمع الدولي يجلس مع إيران، ويعني كأن شيئا لم يكن. ما قيمة كل ذلك؟ بالنسبة للبرنامج الأمم المتحدة وممثلية الأمم المتحدة في العراق، يعني هذه انتهت منذ سنة 2000. أستطيع القول يعني نحن نعمل بتماس، عملنا بتماس معها من خلال التقارير وغيرها. أستطيع القول بأنها منذ عام 2006 انتهت وخرجت يعني من أهداف الموجودة. هذه ممثلية الأمم المتحدة في العراق الهدف منها هي وبرنامج اليونامي كان هو لمساعدة الشعب العراقي على تنشئة منظمات مجتمع مدني والعدالة الانتقالية وغيرها، لكن للأسف هذه تحولت إلى داعم للحكومة العراقية. ونفس الأمر الآن يحدث في اليمن وفي سوريا. ممثليات الأمم المتحدة يعني رضخت وخانت الأمانة والأهداف التي تعمل من أجلها بسبب التأثيرات والضغوط والتمويل وغيرها. إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، الأستاذ علي القيسي. أشكرك جزيل الشكر.